مساء الخير. طبعا اهلا وسهلا بكم في المعهد الفرنسي في العراق، وفي الحقيقة نيابة عن مديرة المعهد السيدة لورانس لوفاسير، وكذلك السيد مدير المعهد مسيو باسكال روس. نحيي هذه الاحتفالية الجميلة والتي تتم من خلال الأدباء، الاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وحقيقة نحن سعداء جدا بأن يكون المعهد الفرنسي حاضنا لمثل هذه النوع من الأنشطة الجميلة والرائعة، وخصوصا التي هي متنوعة، والتي سوف نشاهد اليوم عروض ومقاطع مسرحية سوف نسعد بها. نتشرف طبعا بحضوركم، ونتشرف بحضور ممثلة الاتحاد السيدة رام الربيعي. أهلا وسهلا بكم، فلتتفضل مشكورة. شكرا جزيلا. مساء الخير. شكرا لحضوركم الجميل، وعسى أن يكون مساء جميلا بحضوركم وبما سيقدم اليوم. الشكر دائما موصول إلى السفارة الفرنسية وإدارة المعهد الفرنسي والقائمين عليه وكل كادره الجميل المتعاون لتفعيل هذه النشاطات مع الآخر. أجدد شكري لكم وأنتم تضفون إلى هذا المساء جمالا وخطابا ثقافيا رائعا. يقال الرسم تجسيد للجمال، والمسرح تجسيد للأفكار، وكلاهما معا يشكلان الأثر أو من أشد الوسائل، وسائل التثقيف. ويقال أيضا المسرح دنيا يتفرج عليه الأغلبية على الأقلية، والدنيا مسرح يتفرج فيها الأقلية على الأغلبية. ويقول شكسبير إن المسرح، إن الحياة برمتها هي مسرح كبير، والرجال، كل الرجال وكل النساء فيها ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح. لذا دعونا نعيش هذه الأمسية ونحن على باحة من باحات الحياة من خلال مشهد وحوار مسرحي. سيكون المشهد المسرحي بعنوان شين زائد شين يساوي حلم، من إنتاج الورشة الإبداعية لفرقة نورسين المسرحية، ويقدمها الرائعون أميمة جمال وعبد الرحيم خالد وأسامة خضير وسجاد الساعاتي. سيعقب المشهد المسرحي حوارية حول المسرح، تقدمها القراءة سافرة ناجي، دكتورة سافرة ناجي، ويدير الحوار معها دكتور علاء كريم. بعد الحوارية سيفتتح باب التداخل لتضيفوا إلى الأمسية وإلى الحوار ما سنستمتع به من آراءكم، وتكون أكثر فاعلية بوجودكم وآراءكم. أتمنى لكم أمسية طيبة، وأدعو الممثلين إلى المسرح لتقديم مشهدهم. مع كل التوفيق، وشكرا لكم مرة أخرى.
شهرزاد، شهرزاد حبيبتي، أين أنت؟ شهرزاد تعالي إلي بسرعة. ولكن قلت لنفسي
شهريار إلى تحقيق حلمك. فعزمت على ذلك. ماذا؟ وأنت خير من ينتصر لحلمي. أليس هذا الحلم هو إشارة سماوية؟ اسمع يا شهريار، أنا أتفق معك. الإنسان يموت عندما تموت أحلامه، وموت الحلم يعني موت الطموح، وأن الإنسان بلا طموح إنسان ميت. حلو حلو حلو، جميل يا شهرزاد أنك تنطقين الدولار. نعم، طموحي أن أكون ملك الملوك وأحتل كل هذا العالم. ألا يسعدك طموحي شهرزاد؟ حبيبتي، أنت إذا عرضتني لن تقتلي فقط طموحي، وبل ستقتلين علو مكانتك بأن تصبحي ملكة هذا العالم. فالواجب عليك هنا أنك أنت من تدفعينني لفعل ذلك. حبيبتي، ألم تسمعي بملكات وسلطانات وأميرات ذكرهن التاريخ على أنهن البذرة الأولى بإشعال الحروب وغزو الأراضي فقط ليتوج ملكها وسلطانها وأميرها بملك العالم؟ أنا أشعرك ذلك بالفخر عندما يذكرك التاريخ أنك واحدة منهن؟ أبداً! أبداً لن أشعر بالفخر أن يذكرك التاريخ أنني سبب الحروب أو خراب المدن أو قتل الأبرياء. إذن ألا يسعدك في هذا الحلم؟ شهريار، يا صغير، يبدو أن الليالة قد أفسد تفكيرك. أرجوك بلا أمر. أتعرف ما هو طموحك؟ لا، ما هو؟ أن أراك مرتاح البال. راحتي؟ راحتي راحتي عندما استولي على كل هذا العالم. أي تعرف قصة شهرزاد؟ اتركي القصص ودعينا نبدأ بتحقيق رغبتي. دعك من قصصي ونصائحي. يا الله، وأخيرا قبلت أن تساعدينني. نعم أساعدك. وأخيرا آمنت بما أريد. اسمع، وأخيرا أنا الآن في وضع مربك، وأنت تعرف إذا لم أقلب الموضوع على كل الأوجه لن أقول رأيي. نعم، أنا بحاجة إلى الاسترخاء ولا بد من مراجعة تاريخ الحروب، لذلك لنشاهد فيلما عن الحروب التي خاضتها الإنسانية. اجلس وشاهد. وجدت الفيلم. هل سمعت يا شهريار ماذا حل بدولة الإخاء عندما شنت حربا على البلدان المجاورة لها؟ وكيف دمرت الحرب التجارة والصناعة والزراعة ومات كل شبابها، وأصبح العاطلين أكثر من العاملين. ستقول إنه انتصر. نعم انتصر، لكنه حول بلده إلى خراب. فكان كلما تجول في المدينة وشاهد الخراب الذي خلفته نزوة أن يكون حاكم لكل العالم يصاب بهستيريا شديدة حتى فقد عقله وأصبح مجنون. شهرزاد، ولا يعرف أين هو. شهرزاد اسمعي. أنت اسمع، بدل أن تحارب وتقتل نفس البلدين احقد معهم معاهدة تعاون وتبادل خيرات لتكون أنت وهم في أمن وحماية وراحة بال، بدل أن تأكلنا. هذه هي أحلام الجبناء. هذه أحلام الحكماء. هاتي ما عندك من مقترحات محبطة. ما أريده منك أن تكون أنت رجل السلام. سلام؟ سأكون رجل عاديا بلا مجد. المجد يا شهريار ليس في القتل وسفك دماء الأبرياء، بل في نشر المحبة والسلام. ألم تسمع بكل من سعى إلى حرب حتى ولو كان قصده المحبة ندم عما سعى إليه؟ من هذا الملك الذي يندم؟ أنت لا تفكر إلا بالملوك. حتى العلماء في البحث وقعوا في شرك السيطرة. هيا هيا أخبريني عنه بسرعة ولا تمارسي لعبة التسويف من جديد. هل سمعت بالعالم الذي اخترع الديناميت من أجل طموح السلطة؟ ولكنه عندما وجد اختراعه هو صناعة للموت، بحث أن يجد معاديا لخطيئته العلمية. ومع هذا ليست كل الخطايا يمكن التكفير عنها، خصوصا خطأ.
استطيع السعي للحرب. لذلك يا شهريار، ليكون طموحك هو سلام الإنسان فقط. سأفكر في الأمر. أنت لا تزوف هذه المرة، ولا تقل أفكر، قل سأفعل، وإنك تقولين الحق، وستشكرني لأني دليلك إلى الشهر. شهرزاد، لم أكمل كلامي بعد. أولا لا تقل أفكر، قل سأفعل من أجل حلم وسلام العالم. أتريدينه؟ طريقه طويل. اسمع، هذا قراري، وإذا تصر على الحق تركتك وحدك، أنت وطموحك الجامح وحروبك المستمرة. شهرزاد، شهرزاد، أرجوك، أرجوك لا تتركني لوحدي. أنت إذا تركتني تنمو أفكار الشريرة، ولا أحد غيرك يقدر على كبحها. أعدك، أعدك إذا بقيت بجانبي سأكون ساعدك الأيمن في نشر السلام. مساء الخير والمحبة والسعادة والجمال. سعادة كبيرة أن نلتقي بحضاراتكم في المعهد الفرنسي وفي فضاءات المسرح المتعددة والمختلفة بقراءاتها واستقراءاتها. وكما تحدثت الست غرام أن المسرح يشتغل على الجانب الفكري بعيد عن الرسم الذي هو يعمل في الجانب الجمالي، لكن المسرح في حقيقة الأمر يعمل في مفاهيم وأمكنة متعددة منها الجماليات المعرفية ومنها الفكرية وأيضا منها الإنسانية. لذا سنكون معكم اليوم في هذه الجلسة الحوارية والتي ستناول من خلالها رؤى مفهوم السلام مسرحيا. بداية أود أن أعتذر عن الدكتورة إيمان الكبيسي لظرف طارئ، هي زميلتنا المفروض تكون معنا في هذه الجلسة. نتمنى لها كل خير وسلام. المشهد المسرحي الذي
تابعناه هو من مخرجات فرقة نورسين ومتابعة بيت المسرح في الاتحاد العام لأدباء والكتاب في العراق، والمتمثل هذا والمتمثل بكل الاشتغالات والاستكشافات اللي عملنا عليها في بيت المسرح. لذا من خلال تواجدكم أساتذتي وأصدقائي أقدم التحية للصديق الأستاذ عمر السراي أمين عام الاتحاد العام لأدباء والكتاب في العراق والحاضر معنا، وكل التحايا لأساتذتي الأجلاء وأصدقائي وزميلاتي. مسرحية شين زائد شين تساوي حلم تلامس الفعل المسرحي الذي يحاكي السلام لكن برؤى نسوية. هنا ومن خلال هذه القراءة سنطرح بعض الإشكاليات وبعض الفرضيات التي من خلالها يمكن أن نصل إلى نتائج نرتقي من خلالها إلى الصورة الحقيقية لواقع المسرح النسوي في العراق، والتي من خلالها ستتحدث عنه الدكتورة سافر ناجي بهذا الجانب. لذا نعمل دائما من خلال هذا الفضاء أنه نعكس الرؤى الفكرية المتعددة أو البنى الشكلية في واقع المسرح، والتي تعالج الإشكاليات الحياتية المعاصرة والراهنة في زمننا الحالي والملامس العديد من القضايا خاصة فيما يخص المرأة في العراق. والمسرح دائما هو متواجد وموجود من خلال هذه الاشتغالات الواسعة والمتعددة والمختلفة، ومنها الفعل الإنساني الذي يلامس عنصر السلام. لذا ومن خلال هذا الموضوع هناك بعض الجوانب أو سؤال سيتم طرحه على الدكتورة سافر ناجي بداية قبل أن تتحدث عن المسرحية، لأن هي في حقيقة الأمر اشتغلت في هذا العمل كمشرفة عامة عن مسرحية شين زائد شين، وهو من مخرجات ورشة لفرقة نورسين المسرحية. العفو دكتورة، المسرح تضمن شخصيتين، يعني شين زائد شين شهرزاد وشهريار. ما هو الفعل الذي لامس الفعل الإنساني أو عنصر أو الذي لامس مفهوم السلام في هذا العرض؟ بدءاً مساء الخير على الجميع، مساء الجمال، مساء المحبة، مساء السلام الذي يدحض فكرة العنف التي التصقت بالإنسان. أود أنه أتقدم بوافر المحبة والتقدير وآيات الشكر إلى الجمهور الذي حضر من الأصدقاء، وأحييكم كل باسمه وصفته وموقعه، فأهلا وسهلا بكم. ويعني أنه ما تم طرحه حتى يعني نفهم هذا المشهد الذي يقدم كفضاء تطبيقي للموضوع الندوة اللي هو رؤى المرأة المسرحية في صناعة السلام. هنا قد يتبادر إلى الذهن أن المرأة المسرحية هي المرأة الفنانة. هنا الاستعارة لرؤى المرأة المسرحية الفنانة التي تجسد، وهي تمثل كل نساء العالم، وأيضا تمثل حركة هذا الاختلاف الفكري حول مصدر الشر. هل هو مصدر الشر المرأة أم الرجل؟ ولو يعني جاءت كتابة هذا المشهد، عندما كتبت هذا المشهد رجعت إلى التاريخ، عندما ترجع إلى التاريخ تجد هناك مقولات كثيرة وحقائق تكاد تكون قاطعة أنه كل سبب الحروب هي سببها المرأة. وهذه الفكرة في رأيي أنها فكرة خاطئة جذرتها هذا الصراع المستديم ما بين المرأة والرجل ومن هو المسؤول عنه. لذلك أنا استعرت شخصية شهرزاد وشهريار باعتبارها الرمز الذي يلامس الذاكرة الجمعية الثقافية للثقافة الشرقية والثقافة العراقية على وجه التحديد. ما معروف أنه شهريار كان هو يتلذذ بالدم، شخصية سادية، وشهرزاد هي تمثل يعني، وهنا هو استعارة رمزية إلى أن هل الرجل أو كل الرجال هم يمتثلون إلى يعني هذه الصفة؟ قطعاً هناك الفروق الفردية تنفي هذه يعني المفارقات، ولكن عندما نستعذر كل رجال التاريخ، هتلر وغيره ونابليون وكذا، نجد أنه وراء الذي يتصدر للحرب رجل، ومن يدفع إلى الحرب هي المرأة.
فشهرزاد لو نرجع إلى مرجعياتها الفكرية والتاريخية والثقافية، نجد شهرزاد قد انتفضت وتمردت انتصاراً لبنات جنسها وانتصاراً لذاتها أولاً ومحبتها لروحها، لأنها روح محبة للحياة ومحبة للسلام. قد دحضت هذه الفكرة وتمردت تمرداً أنا أسميه التمرد الناعم أو الثورة الناعمة على أفق طروحات الثقافة اليوم. تمردها لم يكن أن تشهر السلاح مع شهريار وتقول له أنت على خطأ وتدخل معه في تحدي مادي جسدي، بل دخلت معه في تحدي فكري أن تروضه نفسيا وجسديا وعقليا وروحيا من خلال الذهاب إلى فن التعبير اللي هو فن القصص. احنا نعرف أن الفنون التعبيرية هي شعر وقصة ورواية ومسرح ولوحة و يعني نوتة موسيقية. فذهبت إلى أنه كيف تجعل من فن التعبير وفن القصص وتخفف وتعالجه هذا الاضطراب النفسي الذي يعيشه، والموقف الحاد الذي اتخذه أنه المرأة هي مصدر الخيانة، المرأة هي مصدر الحرب، المرأة مصدر الشر. ونرجع هذه يعني هذا الفكرة القطعية الحاضرة في كل الثقافات، ومنها على سبيل المثال إذا أجريت مقارنة مع الثقافة الغربية والثقافة الشرقية، أجد نفس المعيار تحاكم به المرأة. كل منسترة تحاكم على أنها قاتلة لأجممنون، لكن لم أحد من عندنا يسأل ما الذي دفع كل منسترة أن تقتل أجممنون وتفعل فعل الانتقام عند إلكترا. نجد أنه السبب أنه أجممنون قد خانها فكان رد فعلها. إحنا نبحث عن يعني هذا التجذير التاريخي لفكرة أن المرأة سبب الحرب. نحن نتعامل مع نتيجة الحدث ولكننا لا نبحث مع ما خلف الحدث والأسباب التي دفعت منه. السبب الآخر أن أجممنون يضحي بأفيجينيا ابنتها، يعني المسرح قد تناول هذه الجزئية، ولكن في الظاهر أن المرأة هي وراء الحرب، لكن المسكوت عن لم يبحث في هذه الدوافع. كل هذه العوامل اجتمعت، منها على سبيل المثال عندما نرجع إلى حرب طروادة، نجد أن حرب طروادة وراها هيلانة، أنه هي التي أغرت باريس. في حين لو نرجع إلى مرجعيات نجد باريس هو الذي أغرى هيلانة أن تذهب معه وردود الأفعال. هذه يغمض التاريخ والفكر العين عنها ويجد ينظر لها بعين الأخرى، يغمض عين عن الأسباب الأفعال التي أدت إلى العنف ويفتح العين الأخرى على مدى واسع بدرجة 360 درجة أن المرأة هي سبب الحرب. حتى نحن في ثقافتنا الشعبية التداولية عندما نتحدث عن أي مشكلة نقول هناك مثل سأستعيره، كل عجاجة وراها أرض بابل، أن كل حرب وراءها مرأة. حتى أن المرأة اتهمت هي بالثرثرة، اتهمت المرأة بأنها معنفة والرجل. أنا هنا لا أدعو إلى أن لست أحمل يعني أنا أؤمن أن النسوية هي ليست الفكر الراديكالي الذي ينفي الآخر، ولكن أنا أؤمن وهذا ما تدعو إليه النسوية الحقيقية، أن الحياة تقوم على التفاعل بين جنسي البشر الذي خلقهم الله الذكر والمرأة، إذ لا تستقيم الحياة وتستمر دون حضور الآخر. ولذلك أن المرأة هي مرآة الرجل من أجل الخير، والرجل أيضا مرآة للمرأة من أجل الخير. وعلى ضوء كل هذه المخرجات كتبنا هذا النص واشتغلنا عليه، على أن شهريار من يختم المسرح يقولها أنا عندما تغيبين عني تنمو مشاعر الشر ولا غيرك يستطيع كبحها، يعني أنت الذي تروضينني. فهي مرآة روحها الحقيقية، ومشهد يسبق ذاك في مقطع حواري تقول له أنا شهرزاد روحك النقية ودليلك الصادق إلى الخير. فعندما كل ما تنمو لديه لعنة الحرب، هناك المرأة تخفف هذه الحرب. أيضا نحن كثقافة قد ضاقت الويلات ولا زلنا لحد الآن نحن، واحتمال حتى للمستقبل، أنه آثار الحرب هي. نريد نقول أنه إذا أنت كانت لديك كرجل أو يعني تكون سلطة، يعني تملك سلطة كل هذا العالم وتحكم هذا العالم،
ليس بالحرب، هي الحرب هي الطريق الوحيد للسيطرة. ممكن أنه نخلق مع تعاون، ممكن سلام، وبالتالي نتجنب ويلات الحرب، الحرب التي ذقنا ويلاتها وفقدنا الآباء والأخوة وفقدنا الأحباء والكل ثكلى يعني من هذه الحرب. فهي يعني فهذه الاستعارة أنه شين زائد شين، يعني المرأة والرجل إذا أحدهما يكون مرآة الآخر نحن نحقق السلام، بمعنى أنه لا تستقيم نظرية السلام أو تحقق نظرية السلام على أرض الواقع ما ليكن هناك تقارب فكري ومصارحة حقيقية، بحيث هي بالمسرحية تصارحة تقول له أنت سمعت الصار مثلا، يعني تعرفون أنه هي ليست يعني مثلا دولة الإخاء هي ما موجودة بالتاريخ، ولكن هي استعارة رمزية إلى أنه على الرغم أنه الإخاء، ولكن هي عندما قررت أن الحرب تدمر، وهناك مقولة تقول أنه حتى المنتصر بالحرب هو يعني خاسر أكبر، لأن ستتوقف عنده البناء والحضارة والنسل ويموت ويكون العاطلين أكثر منها. من كل هذه حاولنا أن نقدم هذه الرؤية ونخلخل القناعات الثابتة إذا أنه مصدر الحرب هي المرأة، السلام والمصدر يعني مصدره هو الإنسان ذكر أو أنثى، بما أنه الإنسان هو ابن الفضيلة فهو ممكن أن يكون، بل ليس يعني ليس افتراض بل هي حقيقة أن يكون هو الداعي للسلام. ولكن علينا عندما تطرح فكرة أي حرب، وهذه الحرب ليست هي تخص السلطة فقط، السلطة الحاكمة تقوم بحرب، هناك حروب يومية تداولية بين الصديق وصديقة، بين الأخ يعني، والحرب لها صور كثيرة. يعني أنا في رأيي التحريض على القطيعة، التحريض على كثير من الأمور هي آخر صور الحرب. السلام هو السلام الروحي، بالمحبة ننمو، لذلك افتتحنا المسرحية بالموسيقى وختمناها بالموسيقى، لأن الموسيقى هي التي تحقق السلام الروحي، وعندما يتحقق السلام الروحي يتحقق سلام العالم. شكرا دكتور. في المسرح التصورات الذهنية وحتى الحسية تختلف من مخرج لآخر ومن متلقي لآخر حسب ذهنيته وتأويله للفعل. فما تحدثت به الدكتورة حقيقة عن السلام أو عن المرأة المعنفة والمرأة التي تدعو للسلام من خلال المسرح، هناك في مصر عرضت مسرحية بعنوان نساء الحرب أو نساء السلام بعد حرب العراق بالتسعين حقيقة. فالمخرج المصري جسد هذا العرض برؤى مغايرة، إذ مجموعة تواجدت على المسرح مجموعة من النساء العراقيات طلبنا الاحتجاج والاعتصام من أجل منع الحرب. فعندما سئلنا لماذا تطالبنا في منع الحرب، أكثر النساء وأغلبهم قالن أنه الرجل في المعركة من تنتهي المعركة يرجع، لا يرجع رجل إذ كانت منتصر أو منهزم، لأنه يرجع وحشا. هذا ينعكس على الجانب السايكولوجي، يعني هل هي المعركة أو هنا عنصر السلام تجسد في وحشية الرجل، علما أنه العمل المصري هو لامس الفعل الحقيقي للواقع العراقي. فهاي هنا أكو تناقض أو أكو في اختلاف الأزمنة والأمكنة. يعني أنا قبل أن أجيب أحب باسمكم أن نحيي أميمة، أميمة جمال، عبد الرحيم خالد، وسجاد الساعاتي، وأسامة الذي كان يعني عند غيابي هو يتابعهم. شكرا لجهودكم، يعني هم يعني كانوا الشريك الحقيقي في أن تكتمل هذه الندوة وتأخذ. هي هذه اللي طرحت المسرحية، إنه هذه آثار الحرب، هي ليست آثار الحرب أنه يعني أنه أنت تنتصر على الآخر وتسيطر على الأرض، لا، هناك عندي خسارات إنسانية. هذا الرجل الذي يشاهد القتل ويشاهد الموت، واحتمال يصل إلى مرحلة أنه تنتهي إنسانيته من أجل أن يعيش، فهذه أكيد قطعا سيكون لها تأثير سلبي، وبالتالي تبدي منسوب الجانب المحبة والعاطفة والإنسانية اللي تحتاجها ديمومة الأسرة. الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وخلقنا بينكم مودة ورحمة. عندما تنتهي الرحمة داخل الإنسان وحتى عند المرأة يبدي الود،
يغيب، وبالتالي هم هنا ناقشوا بهذه المسرحية الجزء المسكوت عنه من الحرب. أنا ما فائدة أن أنتصر بالحرب والرجل الذي هو ممكن لا يستطيع أن يعود ليبني، بل هو يكون شخصية مدمرة ممكن تساهم في تدمير الأسرة اللي هم من الأبناء والزوجة، وبالتالي بدل أن ينتج لي أناس أو أفراد فاعلين إيجابيين في بناء المجتمع أكيد سينعكس أداءه المتوحش العنفي والذي سيعنف هذه العائلة على سلوكهم مع المجتمع، وبالتالي نبدأ نشوف فيروس العنف يبدو يغزو. لأن أنا كل يعني لو أقيس اللي يشاركون بالحرب ممكن أجزم أنه كل عائلة سيشارك من عندها فرد من العائلة، يمكن وإحنا أدركنا أنه الرجل عندما يرجع من المعركة ما يطيق أي أحد يحكي معاه، مو؟ وجربنا أنه الأسرى الذين تعرضوا للأسر ورجعهم يعني بس هو يمكن أنا أسوي بهوية الأحوال المدنية هو رجع، أو الكتاب يقول رجع فلان حي يعيش لكن هو حي جسدي وميت روحيا. هذه آثار الحرب السلبية اللي كان مسكوت عنها قد ذهبت إليها المسرحية. شخصية شهرزاد يعني دعت للسلام من خلال أنه المطالبة بوقف الحرب لأنه يأثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والخدمي من هذا الجانب، لكن هو تم توظيف الأفعال المعاصرة الحالية يعني في زمن وتاريخ مغاير مثل الموبايل وبقية شنو الهدف من هذا الفعل؟ لأن إحنا لو نأخذ تاريخ الإنسانية نجد أنه هي الحروب، رغم أنه الإنسان يعني هي القصد من عدها، رغم أنه الإنسان الآن مع كل التطور اللي يعيشه هاي، لكن هذه اللي هي أكو بالغريزة، إذا نرجع شوية سايكولوجيا أكو بالغريزة الإنسان عنده حب السلطة وحب السيطرة على الآخر. فالآن مع كل هذه الآن نحن نعيش حرب، رغم كل هذا اللي تدعو إلى المؤسسات الإعلامية والسلام، بس هناك مصالح تطيح بإنسانيته يعني هذا الإنسان وإنسانية هذا الوجود. والدليل الآن إذا إحنا الآن يعني نعيش ظلال الحرب، لكن أكو حرب اللي هي حرب أوكرانيا وروسيا، مو؟ كيف أثرت اقتصادياً على المنطقة الأوروبية وانسحبت إحنا على المنطقة الشرقية، الحرب الآن اللي نعيشها. لذلك عندما نقول إنه المسرح هو يلامس الواقع، الآن الحرب اللي نعيشها نصل إلى واقعنا اليوم، الدولار وارتفاعه، هذه نتائج حرب، هذه نتائج الصراع من أجل السيطرة ومن أجل الوصول إلى السلطة، مو؟ يعني هي حتى إحنا قلنا بالمسرحية إنه نوبل عندما اخترع القنبلة، مو كان هو في بدايته أنه هو اللي يخفف عن يعني عن الحرب أو استمرار الحرب ويعجل بانتصاره، ولكن اكتشف أنه بدل ما كانت المعركة بالسيف أنه تقول بالمواجهة أصبحت تقتل حتى الأبرياء. ونشوف أن الآن الحرب رغم التكنولوجيا والتطور أصبحت حرب غشيمة عشوائية، أنه تقتل الأبرياء مع الكل، يعني الكل سواسية أمام تدمير الحرب. إذا كانت قبل المعركة تكون خارج المدينة، خارج أسوار المدينة، نشوف أن الآن عندما تكون حرب الكل يشارك بهذه الحرب، وليست الآن الحرب عندما تحدث في أوكرانيا أنا بعيد منها، والحرب التي حدثت في العراق أيضا ظلالها على الآخرين. فهي دعوة أن الآن كيف نطور أو نطوع بالأحرى نطوع التكنولوجيا من أجل السلام. هو العامل التكنولوجي والفعل التكنولوجي حقيقة يشتغل يعني يشتغل بشكل مغاير دكتورة، خاصة في عناصر تكوين العرض المسرحي. يعني احنا لو تشاهدين انه الزي قد يدعو الى معاني مختلفة او معاني هنا شهريار. نعم. دكتور انا فهم سؤالك. نعم. هنا شهريار اللي هو انا يعني قلت في البداية انه شهرزاد هي تمثل المرأة في كل العصور، ما سبق والآن والمستقبل، وشهريار هو النموذج، يعني لأن شهريار هي التي حاولت أن تقول لشهريار أنه ليست كل النساء يتصفن بالقيانة، وليس جسد هذه المرأة هو جسد لأجل يعني جسد شبقي يبحث عن، لا، هو يمتلك الفكر ويمتلك الحكمة بحيث بحكمتها روضته. فهنا شهريار يعني شهريار يعني في تقديري الشخصي ومن خلال يعني الاستنتاجي أنه الرجل هو دائما يحتاج إلى المرآة الصادقة اللي تكون قريبة من عنده، فهو عندما يشعر بضيق يلجأ إلى أقرب مرأة إلى اللي هي الأم،
أو الأخت أو الحبيبة، فهو المرآة الصادقة هي نماذج هذه النساء التي يتعامل معها. فضلاً عنه هو إنتاج مرأة، فلماذا لا تكون هي المرأة اللي تروض بحيث لا يستطيع أن يحقق السلام؟ قالها إذا تعوفيني، إنه هاي أنا أكدت عليها، إنه المرأة إذا تركت الرجل يصبح متوحش. وسأضرب مثل بسيط، أكيد كل الجالسين بالقاعة سواء كان مدرسين بمعهد الفنون الجميلة أو طلبة أو زائرين، عندما كان معهد الفنون الجميلة بالمنصور مختلط، عندما تدخل إلى معهد الفنون الجميلة، معهد هادئ، القاعات من أنظف ما يمكن، غير مكسرة، غير كذا كذا، عندما جاءت يعني هاي سلطة وقراءتها التعنيف المجتمع، فكيف أنه أجعل من المجتمع معنف؟ أبدي أفصل ما بين المرأة وما بين الرجل بحيث جعلتهم بيئات متوحشة وخلقت خوف بداخلهم. أنا أخاف من الرجل والرجل يخاف من المرأة، هاي فمن فصلت البنين عن البنات بدأنا ندخل إلى المعهد الضوضاء، الكراسي الدراسية مكسرة، الحياطين كلها العفن طبع الأقدام عليها، كتابات، وحتى أيضا يعني فصل أيضا في المدارس الابتدائية وكذا فصلهم أيضا. أنا عندما دائما أشتغل في التدريس وفي البيئة الاجتماعية بالتحذير أن الرجل عنصر شر للمرأة والمرأة عنصر شر للرجال، مو حتى أمثلتنا مش مرتك مو، فهذه العناء يعني عملية الفصل. لذلك أنه كل ما تكون المرأة قريبة من الرجل والرجل واحدهم يفهم الآخر، وماكو هذه الحساسية وماكو هذه الجدران الزجاجية التي تمنع بالاتصال بيناتهم، راح تكون يعني يكون مجتمع كل الحياة والمجتمع يبنى على التشاركية. نعم. عندما كل المجتمعات التي تغيب عنصرين مهمين، فاعلية المرأة بالمجتمع وعنصر الفن، تجد مجتمع عنيف، وهو والدليل انه احنا الان يعني من العفو دكتوره معنفة. من خلال كلامك انه هذا العمل او المشهد المسرحي وظفت به الافعال يعني بشكل افكار جديده يعني طبعا اي يعني احنا ما مستنسخه نريد نقول انه ندعو، لكن انت تعرف انه المسرح حتى وان قدم مشهد هو لا يتعاطى مع الواقع بشكل مباشر وينقل له، اكيد يتعامل مع الترميز الذهني والاحاله بالاسئله الاخرين. يعني قصدي هو انعطافه عن بعض الاشتغالات بالواقع المسرح العراقي اللي دا يستنسخ ودا يعيد ويكرر في بعض التجارب، فاحنا نتمنى انه تكون هذه التجربه هي تاسيس لتجارب قادمه بعيده عن الاستنساخ والتكرار في العروض المسرحية خاصة في كتابة النص. الهدف من عنده يعني دكتور، وأيضا أنه إحنا الآن بحاجة يعني الوقت يعني حتى نكون حقيقيين مع ذواتنا، إحنا الآن بحاجة إلى دماء شابة وإلى رؤى أخرى. يعني اللي شفتيهم يعني أدوا هم طلبة ما زالوا هم يعني في بداية الطريق والبحث، فهذا يعني أكيد هذا المشرح راح المشهد العفو راح يدفعهم إلى أن يبحثون ويكون أيضا لهم دافع للمستقبل. فالورش المسرحية هي اللي راح بفكر الشباب وروحهم المغامرة وبحثهم عن الريادة، وكلهم مغامرين يبحثون عن الجمال، فأكيد إنه يعني للمستقبل راح يكون لهم، يعني أنا أتفائل بهم خير وأحييهم لأن عندهم انتماء حقيقي، وأنا كلش حبيتهم واتمنى أنهم ما يغادرون الساحة كما غادر الآخرين. وأيضا هاي البنية الاجتماعية المعنفة التي تعنف الفنان والمرأة والرجل، يمكن التعنيف المرأة الفنانة يفوق تعنيف الفنان الرجل، لا أريد أقول يمكن مليارات المرات، قد أبالغ بالرقم، لكن هي هاي الحقيقة يعني. نعم. مو يعني لأن وكثير يعني من الأسباب. أنت شوي طائفية. أنا لست بطائفية، أنا بالآية أنا انحاز للمرأة. راسيها قضية كلش حقيقية. راسيها يعني أنتم كلكم ملاحظين يعني. بالبيئة الاجتماعية مو إخوان اثنين من أم وأب واحد، يعني ما نقول أولادي يعني هاي، من يتعاركون اثنين بس تجي الأم مايا يهدؤون، أو بس هي تقول له لا تحكي ويا أخوك هو رأساً، فشوف إيش قد أكو تأثير. يعني ماكو يعني أم تحب واحد عن واحد؟ ها؟ ماكو أم؟ أكيد عندها أسبابها. لا مو هو الحب أكيد يعني يتنوع، يعني مستحيل أنا أحب الكل بنفس الهاية. زين بما إنه إحنا موضوعنا الرؤى يعني المرأة في الواقع المسرحي. فالمرأة هي التي تصنع السلام.
هذا الرجل مؤكد. يصنع الحرب. فنحب نعرف يعني من حضرتك الدكتورة عن فكرة عن يعني دائما بنسأل عن المسرح النسوي وتأثيره في واقع المسرح العراقي. مو هي أكو قضية يعني إذا أمكن يعني فكرة عن واقع هذا المسرح. يعني هنا من نتحدث عن المسرح النسوي. نعم. هل نتحدث عن مسرح تكتبه وتخرجه وتمثله وتمنتجه وكل المرأة يعني أم هو لا هو الفكرة؟ أنا أعتقد ومؤمنة بفكرتي أن المسرح النسوي هو الذي يتناول القضايا المرأة التي تمس المجتمع وليست التي تمس المجتمع تمس المجتمع. وأعتقد أنه أنا يمكن إذا نسوي هسه استبيان أو استفتاء مع القاعة أكيد هناك سأجد آراء مختلفة حتى تحفزنا للإجابة. طبعاً دكتورة سافر طرحت ما يخص مضمون المشهد الذي قدمه، لكن هو من خلال المشهد يمكن لنا أن نتحدث ونتحاور بواقع المسرح العراقي من خلال هذا المشهد. فأكيد دكتورة راح أفتح الحوار مع أساتذتنا وأصدقائنا إذا أكو مداخلات في هذا الجانب يعني. فأكيد أتشرف بك أستاذ دكتور حميد صابر. براحتك. هذا المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا أعرب عن سعادتي الكبيرة بحضور هكذا ملتقيات ثقافية تحرك وتستفز الذهن التي ربما يجمد في فضاءات مغلقة يعيشها الوطن. فأكرر شكري وامتناني لهذه الدعوة الرائعة من قبلكما، من قبل الدكتورة العزيزة الناقدة المهمة سافرة والناقد الدكتور علاء كريم. أشكركم جدا، وطبعا بالأساس أشكر أولئك الذين وهم الفتية الذين قدموا هذه المسرحية القصيرة أو المشهد القصير. الحقيقة أمامنا عدة محاور. المحور الأول الذي نمر عليه سريعا وهو المشهدية، يعني الأداء، النص، التمثيل وما إلى ذلك. وبما أننا، وهذا الموضوع لا يخفى على حضراتكم، أننا آباء ومدرسين، كيف ننظر؟ لسنا في صدد مناقشة احتراف بالمعنى، مع أنني أكره كلمة احتراف ولا أجد لها مجالا، فهي إحدى نتاجات الرأسمالية الرثة. الحقيقة المسرحية أثارت انتباهي أن الشباب، وإننا يمكن أن نكتب مسرحيات قصيرة وبهذه الطريقة الغير مترهلة، بمعنى يمكن جدا أن أقرأها قراءة برشتية على الطريقة النقدية العقلية للمخرج الإنسان بريخت، أو ممكن جدا وأنتم أيضا تدخلون ضمن المشهد وأجعلها تنتمي إلى المسرح التفاعلي الذي كان أو لا زال المخرج البرازيلي اليسار الكبير، هو مات أوغستو بوال، الله يرحمه، مات أي عمره 90 سنة وإلى آخره. هكذا موضوعات هي جزء مهم أساسي مما يسمى، بعيدا عن الحديث عن المسرح التفاعلي، هذا واحد من أشكاله وأنا مسؤول عن ذلك. يعني الدكتور علاء والدكتورة سافرة هم جزء من المشهد ودعوة للنقاش، هكذا كان يفعل أوغستو بوال في ما يقدمه ويناقشه الجمهور. الآن الدكتورة سافرة طرحت موضوعات غاية في الأهمية، انطلقت من المسرحية ودارت في فلك الدنيا وحروبها وتأريخها، وانتمت وانحازت ومن حقها إلى المرأة. يا ترى المرأة في النص أم المرأة في التاريخ؟ ما شاء الله هاي السنوات وزارات الدفاع نسوان، يعني في أكثر من دولة أوروبية وزيرة الدفاع امرأة. لا نحن نحكي عن الدفاع،
عن الطاق والطيق، عن الحروب. وهناك في الجيش الأمريكي اللعين، اللعين أنا كلش لازلت يعني، في نساء، وقمنا بتعذيب العديد من جنودنا ومن جنود الأمم الأخرى من حرب فيتنام إلى اليوم. نسوان، أنا متحمد أستخدم نسوان في الذاكرة الشعبية، في المفاهيم الدينية، في التاريخ العربي الإسلامي، وما تجسده ألف ليلة وليلة. هي المرأة، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أقول الآية كمثال، إن لكيدهن عظيم، كيد المرأة محبة وليس وكيد طيب الرجل. الآن لا، إحنا حتى نخلي الجو شوية مرح يعني. هو يا المزوج مرتاح خلي يرفع يده. القصد، المشكلة ليس في الجندرية، المشكلة ليست في الأنوثة والذكورة. وكلنا نحترم ونتذكر جيدا الدكتورة نوال السعداوي عندما تقول أن في الرجل أنوثة وفي المرأة ذكورة، فكيف نوظف هذه لخدمة الإنسان؟ فالقضية ليست يعني الليدي مكبث هي التي أشعلت الحرب والتي حرضت مكبث لقتل الملك البريء في النص، ولكن بالمقابل، بما أنه إحنا يم الإخوان الفرنسيين، القديسة جان دارك، امرأة عظيمة حاربت من أجل وطنها، ولكن الكنيسة أعدمتها وأنصفها بقراءة ماركسية علمية جديدة، والكاتب بريخت في مسرحية رؤى سيمون ماشار، وقدمت في العراق. فالمرأة هنا لا تعني الجنسوية التي أراد الفكر العربي السلفي أو البخاري، شوية راح نكون كلش حادين، أن يصورها. فأنا بإمكاني أن أقول أن الحروب هي نتاج، وكما يقول سيدي أمير المؤمنين علي، كلمة حق يراد بها باطل، وأوقف ما يسمى بين قوسين الغزوات أو الفتوحات. كارل ماركس يقول الحروب عندما ترى الرأسمالية نفسها حوصرت وتختنق تقتل نفسها والآخرين. فالقضية ليست امرأة بالمعنى الجنسوي أو بالمعنى التعبيري، أو لذلك نحن مع الأم في مسرحية قلوب الأمهات. يعني لو أتيح للمرأة وللنساء امرأة ابنها أسير والمرأة الأخرى ابنها قائد حرب، الأسير عند هذا، فقالت لها أنا جيت مو كونك أنت، يعني أنت جيت أحكي قلبك كأم. هنا القضية، يعني هنا اللعبة الدرامية، هنا ولنا في أمثلة بريخت الكبير، نعم هي كثيرة المسرحيات، نعم التي دكتور. تدين الحرب بطريقة درامية طبعا وليست بطريقة شعاراتية، مثلا الأم شجاعة، بل حتى مسرحية غاليلي غاليلي تتلخص الفكرة في جملتين. ما هي هذه الجملة؟ الجملة الأولى، التلميذ أندريه، تلميذ يعني غاليلي غاليلي، يطلب بالأستاذ أن يقاوم الكنيسة بالسلاح، أن يقاومها عنفا. لماذا؟ لأنه تريد منه أن يقول بعدم علميته وبعدم كروية الأرض، وإلا أين الله؟ هذا الصراع بين الكنيسة والدين والعلم. فغالي الغالي هل استسلم للكنيسة؟ قال التلميذ، قال له مع الأسف نقولها بالنص إذا قارنته، يقول له تعيس هو البلد الذي ليس فيه أبطال. وماذا أجاب بريخت على لسان غاليلي غاليلي؟ غاليلي عالم إيطالي مشهور طبعا، قال بل تعيس هو البلد الذي دائما بحاجة إلى أبطال. يعني إلى متى الحروب؟ اليوم أعتقد راح تصير حرب يعني قريبا. هل بوتين الذي طلق زوجته وهو في عز الرئاسة، وبايدن الذي يحضن زوجته دائما، المسألة ليست بهذا الشكل كما أرى. بمعنى القضية، طبعا المسرح هو حلم، تحدث مسرحيا دكتور، تحدث مسرحيا، المسرح حلم، نعم. دعوة، ولكن الواقع
كما تفضلتي يناقض ذلك تماما، تاريخ الواقع. وقد يملي عليك أنت دكتورة تصيرين عميدة فينا اليوم أول ما تعاقبين تستخدمين أسلوب العنف بنظرة الدكتور علي الوردي مثلا، أنه ما يفيد ويانا إلا الشد، تصير تنقيب فنان هنا المشكلة هاي اللي إلا إلا عملية اللي يعني الذاكرة الجمعية الإمام المشهور ما ينسى مثلا ها بالضبط يعني، ولا زالت هذه يعني الشهريار هو هذا الرمزية في الموروث العربي لكل ما يسمى السادية والمازوشية. وشهريار هو الذكاء والتحايل الإنساني الكبير بغض عن المراجعات. الحقيقة سؤالك العفو دكتور حتى ننتقل الموضوع. نعم وأرجو أن لا أكون يعني لا بالعكس ترى مستمتعين دكتور، ولا انحياز للرجل طبعا يعني بمعنى أنا بعيد عن هذه النقطة. قد أنحازوا إلى زينب العظيمة وأنحازوا للخنساء وأنحازوا للقديسة جان وأنحازوا إلى نازك الملائكة وأنحازوا إلى ليلى علوي وأنحاز إلى فاتن حمامة وإلى أم كلثوم، بل أنحاز إلى صديقة الملاية. يعني القصد هذه نماذج نسائية بغض النظر عن اشتغالاتهن في الفن وباختلافه. نعم. وأنحاز ولكن بلا شك لا أنحاز إلى رواية نجيب محفوظ يجعل من المرأة طائعة خانعة سيد كما تسمعون، وربما هو أراد أن يقدم هذا النموذج لكي يتجاوزه. هل في العراق السؤال نعم دكتورة العزيزة، هل في العراق مصطلح أو عملية نحت لهذا المصطلح مسرح نسوي أم مسرح نسائي؟ شكرا يعني دكتور نسوي. شكرا للإضافة والمداخلة. احنا شكرا دكتور ممنون. لا بالعكس شرفتنا. وأكرر شكري إلى الشابين الممثلين كان الحقيقة يعني غاية في الجمال والأداء دكتور. الجميل شكرا لمن أشرف عليهم. ممتن دكتور شكرا. طبعا دكتور حميد تحدث عن التفاعلية، يقصد التفاعل الفعل التفاعلي مع الجمهور، لكن في حقيقة الأمر المسرح التفاعل ينزاح إلى فن الشارع وفنون الشارع متعددة منها مسرح الشارع، هذاك يأخذنا إلى منطقة أخرى. شكرا دكتور حميد. دكتور صاحب باختزال يمكن أوقف أفضل. نعم. سعدتم مساء جمهورنا الطيب جمهورنا العزيز. حقيقة أنا تملأ قلبي السعادة عندما أشوف القاعة مملوءة بجمهور عراقي. نحن ما يهمنا في كل احتفالاتنا وفي كل ما نقدم من مسرح ومن موسيقى أو تشكيل نبحث عن الوعي. الوعي حقيقة هو مصدر، هو نقطة مفترق طرق. يا أما عندما يرتقي الوعي أن ترتقي بالإنسان، ترتقي بتمسك بكل معاني الجمال. أقول تحية للقائمين على هذه الأمسية وتحية للدكتورة سافرة أستاذتنا الكبيرة المبدعة. حسنا فعلت عندما اختارت موضوعة الحرب. عندما سئل الأستاذ نجيب محفوظ رحمه الله قالوا له أستاذ ما رأيك بأدب الحرب؟ قال ليس العلة في الحرب بل العلة فيما تخلفه الحرب. الحرب تترك الكثير من المعوقين المعاقين، تسبب شلل للاقتصاد لاقتصاد البلد، تسبب مشاكل كثيرة، تدمير البنية التحتية والاقتصاد. حسنا فعلت الدكتورة مرة ثانية أكرر موضوعة الحرب. الحرب قد تنتهي لكن تداعياتها لا تنتهي. شكرا للدكتورة وشكرا للدكتور علاء كريم وشكرا لكم لهذه الأمسية الطيبة. شكرا أستاذ. توازن الراحة اليمين. دكتورة أنا متخصص بالنقد الأدبي حقيقة، ولكن انطباعاتي فقط أريد أن أتحدث في انطباعاتي عن ما عرض أمامي الآن في هذا المسرح المبارك والجهود المبذولة اللي تتحدث في النسوية بشكلها الظاهري وبوصفه متلقيا. يعني الآن تداعت إلى ذهني وأنا أشاهد هذا العرض
المبارك وأنظر إلى حركات الجسد والتعبير والكلام اللي فيه أسئلة فلسفية كثيرة، وأنظر إلى الفيون كان لابسها البطل أو الممثل، يعني كأنما تحولت قراءتي باتجاه آخر، يعني كأنما صراع بين الرأسمالية والاشتراكية. يعني المرأة مثلت قيم نبيلة، وهاي قيم ربما مادية تبحث عن الشهرة، تبحث عن الهيمنة، عن الثروات، عن الخلود وما إلى ذلك. هذا الصراع ظاهر أيضا بقراءة ثانية، وهذا النص يمكن قريب من منهج يعني يقبل منهج التلقي أكثر، لأنه نص مفتوح القراءة، وانطلاقها بانطلاق القضية الفكرة الأساسية في المسرحية من التاريخ القديم اللي يرتبط بينا أكثر، ألف ليلة وليلة، طبعا توظيف استردادي هائل جدا، ويعني هذه القراءة اللي ترتبط بتراثنا واللي تظهر المرأة بصورة المدافعة عن حقوق المرأة ضمنا، يعني هي تتحدث في ألف ليلة وليلة شهرزاد إلى شهريار حتى لا يقتل المرأة نفسها، ولكن هي ما تعبر عن ذاتها فقط، القراءة تنفتح باتجاهات أخرى، وأنها تدافع عن المرأة نفسها، تدافع عن وجودها، وفي هذا هو مكمن الجندرة ومكمن النسوية الظاهرة في هذا النص الجميل. وهذا العفو دكتور، هو هذا هدف المسرح، ينزاح بأفعال يعني مغايرة لكن بالأخير انطمعنا ثابت. تمام. أنا فقط سؤالك العفو دكتور، ملاحظة واحدة. لا فقط أنا أعطيت انطباعاتي، وإذا فقط أستاذنا الكريم الدكتور حميد صابر قال قولة يعني ممكن واحد يعني لتصحيح المسار، الخلفاء الراشدون كلهم كانوا يدعون إلى الفتوحات، وأنا أحفظ نصا لعلي بن أبي طالب عليه السلام يقول إن الجهاد باب من أبواب الجنة فرضه الله لخاصة أوليائه، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل. فهذا حتى لكي تكون الأمور أوضح. شكرا جزيلا دكتور، شكرا لمداخلتك. والآن مع الصديق أستاذ قاسم ننتقل للدكتور لؤي. شكرا جزيلا. ابتداء أود أن أشكر المعهد على دعوته الكريمة، صوتي صوتك، وبالمقابل أعرب عن سعادتي لإعادة بعث النشاط المسرحي، بيد أني مضطر إلى الحديث بشكل مباشر حول المشهد، وحديثي سأقسمه إلى ثلاث محاور. المحور الأول محور فكرة النص، والثاني نسق النص، والثالث الإخراج. الفكرة أنا بتقديري تحدثت عن إحالة الخير أو الشر إلى الرجل أو المرأة، في حين أن فكرة الخير والشر هي فكرة مطلقة لا يمكن إلحاقها أو إلصاقها بأنثى أو ذكر. وحتى إذا قالت الأستاذة أن الفكرة تتحدث عن السلام، أيضا فكرة السلام والحرب أيضا هي فكرة مطلقة. فيما يخص الاستعارة، قامت الأستاذة باستعارة شخصية شهريار وشهرزاد، ألبستهم حلة عصرية ولكن تحدثوا بروح العصر الذي وجد فيه شهريار وشهرزاد، وكان بالإمكان أن يتم إسقاط هذا الحدث على روح المعاصرة، إذ لا قيمة للملابس العصرية ونحن نتحدث بروح العصر الماضي. فيما يخص إحالة المشهد إلى المسرح البريختي، أوافق الأستاذ، وتحديداً في قلة السينوغرافيا والأكسسوارات، لكن المسرح البريختي يفتح حوار داخل العرض وليس بعد نهاية العرض.
أما فيما يخص النسق، اللغة، الإخراج بصراحة لم يستثمر كل مساحة المسرح، وكان الحوار حوار يشتر الممثلين ذاته، يعيد بألفاظ ومفردات أخرى، يدور حول مفهوم الحرب والسلام، لم ينتقل فيه إلى مواضع أخرى. هذا جانب. جانب آخر، هناك أخطاء. صارن أربعة أستاذ قاسم، أنت قلت ثلاث. صارن أربعة. اسمح لي. هناك أخطاء لغوية زين وفاضحة ولا تليق، وتسقط العمل زين برمته أي مفردة. يعني واحدة من الأشياء اللي يحفظها يقول لست عصبي. لست عصبيا يا حبيبي، فهذا خبر ليس. شكرا جدا. أنا أشكرك، ممنون، ممتن أستاذ قاسم. دكتور نوي. العفو، ما يخالف. هلا أستاذ سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للأخ الأستاذ الدكتور علاء والأخت العزيزة الدكتورة سافرة، ومن هذه المنصة تحياتي للأخت الغائبة الحاضرة الدكتورة إيمان على هذا العمل الذي أبدع في تقديمه أميمة وعبد الرحيم من إنشاء مشهد درامي حقيقة هو أعطى مظاهر، والعمل الناجح هو من يثير جدل الآخرين. من حيث الرؤية النقدية لمشاهدتي للمشهد، فلفت انتباهي العتبة النصية للعنوان. العنوان اللي اختارته الدكتورة هو شين زائد شين، كان بمثابة التساوي ما بين الرجل والمرأة، اللي هو الآن أصبح صب اهتمام أفكار وأنظار الآخرين حول مسألة الرجل والمرأة. لكن هذه الرمزية اللي تم اختيارها والمتمثلة بشخصية شهريار وشهرزاد هي مجرد رمز لإيصال فكرة، وهذه الفكرة قد تكون من خلال الحوار والحديث أنه فعلا هو نقصد به الرجل أو المرأة، أو نقصد بها الحرب والسلام وما شاكل ذلك. لكن الجميل في الأمر هو معاصرة وخلق الموروث التراثي بروح معاصرة وبفتية من شبابنا المبدعين، وإتقانهم للوقوف على هذا المسرح أو خشبة المسرح التي هي الوقوف عليها وحدها باعتبار مهابة عالية جدا. شكرا من جديد لأصحاب الأمسية، ودعواتي للجميع بالسلام والتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور، شكرا مداخلتك وإضافتك. ممتن أستاذ سمير. عادي، نعم، بدون زحمة. أولا مساء الخير، شكرا جزيلا لهذه الجلسة الجميلة اللي تعتبر إضاءة في مشهدنا الإبداعي. أنا حقيقة عندي تعقيب بسيط وسؤال أيضا بسيط. التعقيب هو يعني إحنا هذا المشهد هو دعم للندوة، دعم للجلسة، فأرجو أن لا نضع على طاولة النقد والتشريح. ثانيا، هل ممكن دكتورة ممكن نشوف هذا المشهد الجميل يتوسع يتمدد إلى مسرحية؟ أي. أما التعقيب اللي ظل بنفسي، يعني حضرتك حكيتي من وجهة نظر، حتى استعرضتي تاريخيا نسوة بالتاريخ، يعني كلين مسترة يعني إذا أخطأت جريمة، وهيلين يعني أنت ذبيتي الذنب على باريس، هي هيلين المصيبة، هيلين خانت زوجها وركضت ورا باريس. هي يعني التاريخ هو يعني تاريخيا أزمة ثروات اللي صارت مأساة عبر قرون هي هيلين، يعني هذا المتعارف عليه. شكرا جزيلا، ألف شكر. الحديث الآن الدكتورة سافرة، إذا أكو دكتورة إضافة أو إجابة على بعض التساؤلات وما طرحه الأساتذة والأصدقاء حول هذا الموضوع. طبعا شكرا لكل المداخلات التي حفزت،
عفو. شكرا لكل المداخلات التي حفزت أيضا لدينا أسئلة. ولكي يكون الرد، لست بحكم الرد، لأن الرد يعني أن هناك خلاف وهناك حرب باطنة أو مبطنة، وإنما هي للتوضيح، لأن أنا أعتقد والمسرح على قمة هذا الاعتقاد كفكر أنه الاختلاف هو الذي ينتج الرؤى وينتج فكر. لو كانت الإنسان متفق مع الطبيعة لما أنتج الحضارة، لكان لما بنى البيت والعمارة، لكان بقي بالكهف. فالاختلاف هو بدء تكون الحضارة. الفكر المسرحي كما تعرفون هو فكر الاختلاف مع الواقع. من عندما يختلف مع الواقع اليوم هو يختلف مع التاريخ. والمبدع لا تمارس أو بالأحرى لا يخضع لسطوة الأفكار المطلقة، هو يذهب باتجاه خلخلة كل فكرة قائمة مستقرة، وله الحرية في ذلك. أنا دائماً مع الطلبة في هذه الفكرة الجزئية أستشهد برواية شفرة دافنشي، عندما اعترضت الكنيسة أو يعني السلطة الدينية وقالت هذه الرواية تسيء إلى المسيح عليه السلام، كان رد الكاترائية لها يعني الفاتيكان بالأحرى وصلت الخلاف، هذا فنان يجوز له ما لا يجوز لغيره. لذلك أنه عندما تحضر حرية التعبير تجد هناك حرية الفكر، ولأننا مجتمعات تمارس السلطة الدغمائية ويجب أن نسير وراء الإمام وما يقول الإمام نحن، وهنا أنا لا أدخل إلى في معترك الدين، وإنما هنا الإمام أقصد بها الفكرة الدامغة التي يجب أن نؤمن بها. قطعا سنشتر الأشياء ونعيدها كما هي. لذلك هذه الفكرة المسرحية، سأبدأ بالأستاذ الدكتور أياد، أنه إحنا أخذنا رمزية شين وشهريار اللي هي اللي تقول أنه، والدليل أنه إحنا قلنا هنا ما نفينا وقلنا أنه أحدهما يكمل الآخر. شهريار لا يمكن أن تحققت، العفو شهرزاد حققت السلام ما لم تجد هناك بذرة خير وبذرة محبة وسلام بداخل شهريار فاشتغلت عليها. ولكن طبيعة السايكولوجية لشهريار أنه تستخدمنا هنا بالمسرحية أسلوب الترهيب والترغيب، أنه أنا هذا شرطي وما أسمع لك وهاي، فهي تعيد الذاكرة تنشطها تقول لي إذا أنت تنسى فهذه الجزئية. ولا أسقط هنا أنه الرجل هو مصدر الحرب، وإنما أنا قلت يعني يمكن في بالبداية قلت أنه بما أن الإنسان ابن الفضيلة فهو إذن ابن الخير يسعى إلى الخير، لكن البيئة ممكن تدفع إلك. أكو مجموعة غرائز عندي، رغبات، وكيف أختار أنه أنفذ هذه الغريزة والرغبة؟ هل أختار طريق الحرب أم أختار طريق الحب والسلام؟ إلا زين. والإنسان قائم على كل فعل ورد فعل، حتى شهريار هو رد الفعل إلى، بس أنا أبحث بالحيخذيات ما بعدها، ولذلك جاءت هذه الاستعارة لحتى أحقق هذه العملية التفاعلية أيضا وأثير الأسئلة. دكتور حميد سأل هل هناك في المسرح الآن العراقي مسرح نسوي أم مسرح نسائي؟ أنا أقول أنه يعني المصطلحين غير حاضرين، ما حاضرات، يعني هو يشتغل هاي، وبالتالي أنه ليست هناك أنه توجه، وأنا مع هذا، لأنك عندما كإبداع تشتغل أنه على سطوة أنه سأفعل كذا، لا، هي فكرة تحضر مثل ما حضرت الآن بالفكرة أنه كيف نقدم موضوع يخص المرأة، مرأة مسرحياً زين، ونحن نعيش، فجاءت هذه الفكرة لحظة يعني التجلي. السؤال الآخر اللي طرحه الأستاذ، أعتقد أستاذ قاسم، بحدود الفكرة والنسق والاشترار والإخراج وكذا، هنا هذا اللي يعني أنت تعرف أنه هذه القاعة هي قاعة احتفال، يعني قاعة مناقشات، ليست قاعة مسرح، وبالتالي المكان أيضا يلقي بظلاله على الطبيعة. أنت هنا لا تستطيع أن تبني ديكور، ولا تستطيع أن تبني إضاءة، أو حتى يعني الأزياء. هنا الاستعارة النزي، هل فكرة الحرب انتهت عند الإنسان؟
دليل انه هي، ارجع ايضا للاجابه، انه هي ما دعت الى سلام جنسها، قالت لخل نحلم من اجل سلام العالم. سلام العالم، من سلام العالم؟ سلام العالم يشمل الطبيعه، انه ما اقطع الاشجار، يشمل انه ما اقتل الحيوان، هذه كلها ايضا تدخل ضمن منظومه السلام. هي السلام هنا لا يخص المراه والرجل، ايضا يخص حتى كل موجودات الطبيعه الحيه. من تقول لنا نحلم من أجل سلام العالم، ليكن حلمك وتكون أنت رجل السلام بدل أن تكون رجل الحرب. الفكرة والاشترار، يعني أنت تعرف الممثل عندما يكون الأدوات الأخرى يعني غير متوفرة لألف باء، وبعدين هم طلبة، أنا لا أبرر لهم، يعني هم الآن هم معنا الآن نبحث سوية من أجل، يمكن هاي للندوة راح تضيف لهم، وهذه أسئلتكم أيضا راح تحفزهم. أنا القصد الأول بهذا المشهد أنه أقدم كما قال الدكتور، ليس المحترفين، العاشقين الباحثين عن الجمال، هؤلاء الشباب الحلوين، أنه كيف راح تكون لهم دوافع للمستقبل. اشتغلنا على أنه لا نحمل هذه الخامة البيور النقية، أن تكون يعني حتى من عملية التدريب مشاعرك أنت، مشاعرك تجاه الحرب. يعني أنا لا أبحث الآن عن ممثل بقدر ما أبحث عن ممثل كيف يستطيع أن يرمي الحجر بالبركة الراكدة ويحرك هذه الترددات والأسئلة. شكرا لكم وشكرا لتفاعلكم ولأسئلتكم الثرية بالمعرفة والمحبة والسلام. طبعا ست غرام جهود كبيرة قدمت من أجل أنه نجاح هذه الجلسة، فشكرا للست غرام. حقيقة المسرح يبنى على وفق بنى فكرية متعددة تلامس الواقع شكلا ومضمونا، وأيضا يبنى وفق الإيهام الصوري. يعني دائما احنا ما نشتغل بالجانب الواقعي اللي هو بمباشرة، لأنه هذا راح يكون بنوع من التقليد أو بنوع من الرتابة والملل، لذلك هو ينزاح إلى الترميز والأفعال الدلالية اللي هي لها معاني مختلفة. ومثل ما تحدثت الدكتورة أنه شاهدنا في الاشتغال النسوي المعاصر أنه المرأة ابتعدت عن التقاليد والعادات القديمة الكلاسيكية، قامت تشتغل في تجارب حديثة معاصرة وفق بنى ثقافية وموروثات جديدة لها بعد جمالي وفكري، وهذا يحسب لكل المبدعات النساء العراقيات بالخصوص. قبل أن أختم هذه الجلسة أدعو صديقي أستاذ عمر، وأنا طبعا حقيقة ما أريد يتحدث من مكانه، أريد أن يكون يمي قريب حتى يتحدث وينطينا رأيه يعني. وتشرف بيك حبيبي. حبيبي شرفتنا، شكرا جلوسك. شلونك دكتوره؟ احسنتي واجدتي. مساء الخير، مساء المحبه. يعني كنت مكتفيا بالاستمتاع بهذه الجلسه المهمه. شكرا جزيلا للمعهد الثقافي الفرنسي وهو يحتضن كل هذا الجمال. شكرا لاتحادنا متمثلا بامانه العلاقات الدوليه وبيت المسرح الذي ما كان ليقوم لولا لمسة الأنثى والمرأة الحقيقية وجهود دكتور علاء المتميزة دائما. بصراحة معجب جدا بما قدم من جلسة أدبية وثقافية هنا والطروحات التي طرحت، وإعجابي أكبر بالأداء بالمسرحية المتميزة. يعني أميمة وعبد الرحمن وصديقنا العازف الذي يعني أعتذر لأني لا أعرف، سجاد الذي لا أعرف اسمه، بالتأكيد هناك سجاد الساعاتي، بالتأكيد هناك جنود مجهولون جدا. معجب بالتدريس والانضباط الجميل، المبارزة، أداء الجسد، الابتكار الصامت، هذا ما ينم عن وجود مدرسة أكاديمية مهمة دربتهم كيفية التعامل مع اليد، مع اليد الفارغة. معجب بالأداء المتميز، الكتل وتوزيعها، الموسيقى والإثارات.
يعني أظن بأن أميمة ممثلة متميزة لديها مستقبل زاهر، كذلك عبد الرحيم وسجاد أيضا موسيقي متميز يحفظ مقطوعات مميزة وأشار، وهذا أسامة يعني ربما لم أشهد أسامة، هذا يعني شكر للأساتذة الذين أشرفوا على هذا التدريب. أشار الدكتورة سافرة إلى شيء مهم، إلى العزلة في المعاهد، في معاهد الفنون الجميلة. أظن بأن الآن هو الذي يعني علينا أن نثور لكي نرجع معاهد الفنون الجميلة مختلطة، فالحياة الآن مختلطة في كل مكان، في المقاهي، في السوشيال ميديا، في كل الحياة. لا أظن بأن العزلة على مستوى المدارس وعلى مستوى معاهد الفنون الجميلة هو شيء يرتبط بالأخلاق، أظن هو إيمان بشيء رجعي غير مسوغ بقاؤه إلى الآن. وصدقوني ليست الكلية من تبني ممثلا، معهد الفنون من يبني ممثلا، فالخمس سنوات التي يتلقفها الطالب منذ الثالث متوسط إلى هذه المرحلة الكبيرة هي التي تبنيه. مرحلة الكلية مرحلة تنظير وتطبيق للفرضيات التي تعلمها الطالب في معهد الفنون الجميلة. أتمنى يعني من أساتذتي في بيت المسرح حالما ينتهي اتحاد الأدباء من مشروع ترميمه أن يحققوا ورشة مستدامة لتقديم المسرحيات في اتحادهم، والاتحاد مستعد لإنتاجها بتقديم جلسة مسرحية شهرية تقدم من على استيج الاتحاد. وشكرا جزيلا لكم وعذرا للإطالة. شكراً وتحايا ممتن لفيض كرمك. بس حتى لا أبخ يعني لا أستاذ سمير أنه يعني قال أنه السؤال هل هذا المشهد ممكن يكتمل، هو يعني بذر إن شاء الله بجهود الشباب الباحثين عن الجمال سيكتمل أي. إن شاء الله. ست غرام العفو عندك شيء؟ شكراً اتحادنا الكبير لكرمه وتواصله ودعمه الدائم. شكراً أستاذ عمر. انطلاقاً من كلام شكسبير إننا اليوم كنا كلنا ممثلون لمسرحة هذا المساء، شكراً للدكتور علاء وشكراً للدكتورة سافرة ولطرحاتكم الجادة والرصينة، وشكرا لمداخلاتكم التي اشارت بعض الشيء الى النقد، وهذا النقد دائما هو ايجابي وليس سلبي. لذا ادعو الشابين والعازف الى المنصه لنحييهم والكادر الذي هيئ. اعتقد ان الانتقاد هو من باب الحرص، وحرصنا على ديمومه المسرح هو بزج الشباب وهذه الطاقات بكل امكانياتها بكل صفاتها، هو لديمومة المسرح، لديمومة الحياة. اليوم أنتم بوجودكم وبتفاعلكم حركتم نبضا ساكنا في الحياة، فكنا جميعا ممثلون رائعون على مسرحة هذا الأمسية. وادعوا الشباب لنحييهم ونشكرهم، وربما يوما سنجدهم ممثلين عالميين. يعني شكرا جزيلا لحضوركم. شكرا. الشكر لاتحادنا الكبير الذي دائما يتبنى هذه المشاريع. اتصلت توًا مدام لوغانس، كانت مع السفارة لافتتاح مشروع كبير، وهم يتابعون الآن معنا هذه الأمسية، وبعثت بالسلام والشكر لكم ولما قدمتوا. شكرا جزيلا، وأدعو الجميع إلى ضيافة في القاعة. شكرا لمويمة، شكرا جزيلا. اخذوا تشكيلات من كنا صغار. شكرا لحضورك. شكرا لحضوركم. هذه فعلا بذرة لعمل اوسع اهم، يعني هو المهم مشهد هذا.